طلقني وانا حامل ورفض كمان يصرف على ابننا. مش هقبل اتجوز تاني من حد يعايرني ببرودي. دخلوني في الاوضه وربطوني في السرير. ما انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. اسمي حنان، عندي 34 سنة، متطلقة. أنا فضلت متجوزة لمدة 3 شهور بس، وطلقني وأنا حامل ورفض كمان يصرف على ابننا. والسبب في الطلاق ده إني بردة. أيوة، هو كان دايماً بيقول لي كده طول فترة جوازنا، ولما كنت أقول له إني محتاجة معاملة أفضل من كده كان يفضل يزعق ويشتم ويقول إني ما بحسش، ده غير انه طبعا كان بيعمل كل اللي هو عاوزه، وانا مش مهم، انا مجرد وسيله لاشباع رغبته. وللاسف عمري ما كنت اقدر اشتكي لاهلي عشان الموضوع كان حساس قوي. فاكره اليوم ده قوي ومش قادره انساه، وكل يوم بفتكره. لما كان عندي 5 سنين جالنا راجل في البيت وكان ماسك في ايده شنطه سودا. دخلوني في الاوضه وربطوني في السرير وانا مش عارفه في ايه ده كله. كنت عماله اعيط واصرخ واقول لهم انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. بس للاسف ما حدش فيهم كان سمعني ولا حد حس بيا. وبعد ما عملوا لي العمليه دي قرايبنا جم زارونا في البيت وكانوا فرحانين. هما كانوا بيحتفلوا وانا كنت بعيط. ومن يومها والدنيا اسودت في عينيا، ما عدتش اقدر اثق في اهلي ولا اتمنهم على حياتي ولا على اسراري. ومش هقبل اتجوز تاني، مش هقبل اتجوز تاني من حد يعايرني ببرودي ويقول لي انتي ما بتحسيش واني مش طبيعيه. فكرت في الانتحار كتير قوي، لكن اللي منعني هو إيماني بربنا وعشان ابني اللي ملوش أي ذنب في الدنيا دي غير إن أنا أمه.